السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم في فرع النصوص وهو بعنوان سفينة نوح. الآيات من سورة هود من الآية رقم 36 إلى الآية 42. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الفكرة الأولى هي وحي الله لنبيه نوح صلى الله عليه وسلم. الآيات قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. معاني المفردات في الآيتين: أوحي أي ألهم، قوم بمعنى جماعة من الناس، لا تبتئس أي لا تحزن، الفلك يقصد بها السفينة، بأعيننا أي بحفظنا، وحينا إلهامنا والمراد أمرنا، تخاطبني تحدثني، الذين ظلموا أي الكافرين، مغرقون أي هالكون بالطوفان. من مظاهر الجمال قوله تعالى أوحي إلى نوح، بني الفعل بني للمجهول للعلم بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، أي أن الله هو الذي أوحى إلى نوح عليه السلام. لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أسلوب قصر للتخصيص والتوكيد، وبأداة النفي لن والاستثناء إلا. فلا تبتئس، أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد، ويوضح رأفة الله سبحانه وتعالى بسيدنا نوح عليه السلام. اصنع الفلك، أسلوب أمر غرضه أيضا النصح والإرشاد. بأعيننا ووحينا، تعبير يدل على رعاية الله وحفظه لسيدنا نوح. لا تخاطبني في الذين ظلموا، أسلوب نهي وغرضه النصح والإرشاد. إنهم مغرقون، أسلوب مؤكد بإن وهو تعليل لما قبله. بما أوحى الله لنبيه نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن وأن لا يحزن على ما فعلوه. الفكرة الثانية سخرية قوم نوح منه ورده عليهم. يقول تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. معاني المفردات: ملأ أي جماعة، سخروا منه استهزأوا به، يخزيه بمعنى يزله ويهينه، يحل عليه أي ينزل به عذاب أي عقاب، عذاب مقيم، مقيم أي دائم. من مظاهر الجمال قول تعالى كلما مر عليه ملأ من قومه، كلما أداة شرط تفيد التكرار والاستمرار،
وكلمة ملأ توحي بكثرة المستهزئين، سخروا منه نتيجة للشر قبله. فإنا نسخر منكم، تعبير يدل على ثقة نوح عليه السلام في نصر الله سبحانه وتعالى له. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، تعبير يدل على شدة العذاب الذي سينزل بالكفار. الأفعال يصنع وتسخروا، تعلمون، يأتيه، يخزيه، يحل، كلها أفعال مضارع للتجدد والاستمرار والاستحضار صورة العذاب. عذاب جاءت نكرة للتهويل، عذاب مقيم تعبير يدل على الخلود في العذاب. الفكرة الثالثة تحقق وعد الله، قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. معنى المفردات: جاء أمرنا أي نزل عذابنا، التنور هو الفرن الذي يخبز فيه، فار التنور بمعنى نبع منه الماء وهي علامة على بدء الطوفان، سبق عليه القول أي حكم الله بهلاكه وإغراقه، مجراها وقت إبحارها، مرساها مكان وقوف السفينة، غفور واسم من أسماء الله الحسنى ومعناه كثير المغفرة، ورحيم كذلك معناه كثير الرحمة. من مظاهر الجمال: احمل فيها اسلوب امر للنصح والارشاد، وان شئت فهو للالزام والوجوب، فالامر من الله سبحانه وتعالى يفيد الالزام والوجوب. الا من سبق عليه القول استثناء للكافرين من النجاة، وما امن معه الا قليل اسلوب قصر للتخصيص والتوكيد، وادواته ما النافية والا للاستثناء. اركبوا فيها اسلوب امر للنصح والارشاد، بسم الله مجراها ومرساها، بين مجراها ومرساها تضاد يوضح المعنى ويقويه. ان ربي لغفور رحيم اسلوب مؤكد بان واللام وهو تعليل لما قبله. الفكره الرابعه والاخيره نصائح نوح لابنه، قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. معاني المفردات: تجري أي تبحر بسرعة، معزل أي مكان معزول. من مظاهر الجمال في الآية: موج كالجبال، تعبير يصور الأمواج في ارتفاعها وضخامتها بالجبال. يا بني، أسلوب نداء يوضح مدى حب سيدنا نوح عليه السلام لابنه وحرصه على نفعه ونصحه. كان في معزل، تعبير يدل على شدة إعراض ابن نوح عن دعوة أبيه. اركب معنا أسلوب أمر للنصح والإرشاد، وأيضا يجوز أن أقول للإلزام والوجوب لأنه من الأب إلى ابنه. لا تكن أسلوب نهي للتحذير. أسئلة مقالية على النص: السؤال الأول، لماذا نهى الله نوح عن التكلم في شأن قومه في قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا؟ لأن الإنسان لا يقيه عذاب الله غير إيمانه وأعماله الصالحة، أي أن الشفاعة لا تنفع هنا. كيف كان قوم نوح يسخرون منه وبما رد عليهم؟ كان قوم نوح يسخرون منه، كلما مروا عليه يضحكون قائلين: ليست هناك أنهار أو بحار، فكيف ستجري هذه السفينة؟ وكان سيدنا نوح
يرد عليهم بأنهم سيسخرون منه لجهلهم بما وعد الله وكفرهم بالله، وأنه سيسخر منهم عندما يحل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. لماذا أمر الله سيدنا نوح بصناعة الفلك مع أن الله عز وجل قادر على أن ينجيه؟ ليبين قيمة العمل، حيث أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجاد، وأيضا لضرورة العمل بالأسباب. عما نهى الله عز وجل نبيه نوح؟ نهاه عن الحزن على إصرار قومه على كفرهم، ونهاه عن الشفاعة في الكافرين. ما الفرق بين سخرية قوم نوح منه وسخريته منهم؟ سخرية قوم نوح منه هي سخرية تدل على الكفر والعناد والكبر، أما سخرية سيدنا نوح عليه السلام منهم فهي تدل على ثقته بالله وطاعته له. والآن تدريب يجيب عليه الطالب. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. السؤال الأول أكمل: هاتان الآيتان من سورة وتتحدثان عن قصة مع قومي. السؤال الثاني: الضمير في اركبوا يعود على من؟ بين مجراها ومرساها فائدته؟ السؤال الثالث: في الآية الأولى أسلوب توكيد أداته هي، وفي الآية الثانية تعبير يوضح مدى. أكمل هذه النقاط. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا كان لديكم أي استفسارات فاتركوها في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.